هلو جينيوس، معاكم شيماء منير من قناة سوبر مذاكرة. يلا نكمل حكاية الاليمنتس. اليمنتس احنا خدنا ليسون 1، خدنا فيهم 2 فيديوز 2، واللي ما شافهمش هسيب الرابط بتاعهم اسفل الفيديو ده في اول كومنت تعليق. هناخد مع بعض ليسون 2 عن الاليمنتس. يا ريت اعرف رايكم في الفيديوهات ديت، وكمان اللي عايز حاجة يكتب في كومنت تعليق اللي عاوزه. تعملوا شير للفيديو ده لأصدقائكم. ومع الـ elements العناصر هيتعرف على graduation of elements in modern periodic table. تدرج ايه properties الخواص بتاعت الـ elements دي. graduation هنعرفها عن طريق مين؟ عيلة عاصم. أول حاجة عيلة عاصم اللي هي atomic size، الـ AS الأولانية atomic size، والتانية الـ E اللي هي electronegativity. ناقص الـ M اللي هي metallic and non-metallic properties. هناخد النهاردة مع بعض الأوانية اللي هي AS atomic size اللي هو الحجم الذري، atomic size بتاع ال elements. وهناخد حاجات فيها هنقولها دلوقتي بالعربي، بس هنكتب حروفها بالانجلش عشان نقدر نحفظ الحاجات اللي فيها. وطبعا قبل ما نحفظ لازم نفهم الدرس الاول. ايه هنحفظه ازاي دوت؟ الاتوميك سايز هنحفظه ان فيه ولد اسمه راضي دايما يحب يلبس بيكم، يبقى راضي لابس على طول بيكم. وايه كمان هنحفظ مع الولد؟ بنان اللي داس على الماجنت. بنان داس على الماجنت، هنعرف ليه. وكمان جنان ايناس اللي بتحب تعد الناس. جنان ايناس اللي بتحب تعد الناس. والعيلة دي عندها الرئيس السيسي حاجة كبيرة، لكن الماني الفلوس اللي هي الفلوس ايه؟ حاجة سمول صغيرة، حاجة ايه؟ سمول. يلا مع بعض دلوقتي هنفهم ايه هو الاتوميك سايز علشان نقدر نحفظ الحاجات اللي قلناها دلوقتي وما ننساش المعلومات بتاعت اتوميك سايز. علشان نعرف ونفهم حكاية الاتوميك سايز فين؟ في المودرن بيريودك تيبل. لازم نفتكر مع بعض الاتوم. هي كانت عبارة عن الاتوم قلناها قبل كده، عبارة عن بن، بي اي ان، الحروف بتاعت البن، نيوكليس النواة حواليها الكترون بيدور حواليها. الالكترون دايما بيبقى نيجاتيف تشارج. طب والبي ان التانيين فين؟ البي والان فين؟ نيوكليس انتوا عارفين، اصل نيوكليس هنا فيها بروتون ونيوترون، هو ده البي والان. طب ليه انت يا نيوكليس دايما بتبقي بوزيتيف تشارج؟ علشان بي بي وان ان، ايه بي وبي ان ان؟ البي اللي هي البروتون بتبقى بوزيتيف، يبقى بي بوزيتيف، والنيوترون بيبقى نيوترال، يبقى الكمية الشارج الموجودة الكتيرة هي البوزيتيف. علشان كده النيوكلاس دايما بوزيتيفلي تشارجد. يبقى ليه بقى النيوكلاس is positively charged؟ because it contains، عشان هي تحتوي على ايه؟ protons positively charged and neutral neutrons. يعني هنا بي بي والان ان ده بيأثر على النيوكلس وبيخليها positively charged. الاتوم عبارة عن ايه؟ سيركل اهي قدامنا، ولما نجيب الراديوس بتاعها، الراديوس كده قدرت اعمل ايه؟ احدد واعرف الاتوميك سايز بتاعها عن طريق الراديوس. زي هنا قدامنا ال H2، ال H2 هنا عرفت اجيب الراديوس. شايفين الراديوس فين؟ على طول دلوقتي عرفت على طول الاتوميك سايز. معناه ايه ده؟ ان الاتوميك سايز
is determined by أقدر أحدده knowing لما أعرف the atomic radius. The atomic إيه؟ radius. طب يا ترى هنا في unit وحدة ليها؟ أيوة ال measuring unit بتاعتها بتاعت atomic size is البيكو ميتر. بيكو إيه؟ ميتر. إيه حكاية البيكو ميتر؟ دي unit وحدة صغيرة جدا تساوي إيه؟ a part of million of a million of meter. أنا معايا مليون of meter أهو، ولو جزأت يبقى مليون of meter ده لحتة صغيرة تانية كده أنا قلت البيكوميتر، يعني معناه إن هو صغير جدا part of a million of a million of meter. ده معناه إن ال 1 بيكوميتر بيساوي إيه؟ 10 minus 12 متر. إن هو الصغير للكبير عملنا minus، لكن لو قلنا 1 متر بيساوي إيه؟ 10 12، يعني أشيل الماينس خالص تبقى positive. يبقى عرفنا كده الـ atomic size determined by إيه؟ radius. وهو ده حكاية الولد راضي، عشان أحفظها كويس هو الولد راضي ده الوحدة بتاعته إيه؟ بيكون، اللي دايما يحب يلبس بيكون. نحفظها ازاي؟ مع الاتوميك سايز الولد راضي اللي بيحب يلبس بيكون. وادي هي مدينة المودرن بيريوديك تيبل تعتبر عن ايه؟ البيريود. يعني ايه بيريود؟ قلنا عليها الدور او هي الدورة. البيريودز دي او الدور من الليفت تو رايت، بتمشي من الليفت تو رايت، يعني كده اهو من الليفت لحد ما توصل للرايت. الاتوميك نمبر كان ماشي ازاي؟ الاتوميك نمبر دايما كان بيزيد. ازاي يعني؟ الاسم كان 3 بعديها 4 بعديها 5 6 7 كده الاتوميك نمبر بيزيد. واحنا عايزين اتوميك سايز، احنا بنتكلم عن اتوميك سايز. الاتوميك سايز ما بيزيدش، بتبقى السايز كده اهو كبيره وتقل تقل تقل تبقى صغيرة. من اللي فين؟ من ال left to right. في أي حتة؟ في ال period، في الدور أو الدورة. يا ترى ده ال period أهي في ال group بيحصل كده كمان؟ يعني ايه group؟ اللي هي العمارة من فوق لتحت، من فوق لتحت هيحصل زي ال period ال atomic size هيحصل لها كده تقل 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 decrease؟ لا، هنا بيحصل increase تبقى صغيرة كده تزيد وتزيد وتزيد لحد ما توصل أكبر حجم atomic size كبير. يبقى ال period عكس ال group في ايه؟ في ال atomic size. ودايما هنا في ال period أو ال group دايما ايه؟ ال atomic number بيزيد. كل ما يزيد ال atomic number لكن الاتوميك سايز مرة بتقل في البريود ومرة بتزيد في الجروب. ونقول تاني ان ايه الاتوميك سايز يحصل له ديكريز من الليفت تو رايت، يعني في البريود الاتوميك نمبر بيزيد على طول الاتوميك سايز ديكريز. فأني حتة في البريود، فين؟ في البريود. طب ايه السبب يعني؟ النيوكلوس النواة اللي موجودة في الاتوم حواليها اهو ليفلز ماشية حواليها فيها الكترونز. احنا نركز على الاوتر اخر واحد، اوتر ده في الكترون. طب بيحصل ايه برضو؟ ان الالكترون الاخير ده في الاوتر مع النيوكلس النواة بيحصل لهم ايه هما الاثنين؟ عامل زي المغناطيس attraction force، قوة انجذاب بينهم من بعض attraction force. ولما يزيد النمبر بتاع الالكترون هيحصل ايه؟ على طول ال attraction force دي increase بتزيد والاتوم الذرة بتصغر بتبقى صغيرة، يعني الاتوميك سايز بتاع الاتوم decrease. نقولها تاني
graduation of the atomic size of the elements. graduation التدرج ده بتاع الاتوميك سايز فين ايه؟ in the periodic table. حصل ايه in the period؟ قولنا in by increasing the atomic number، بزيادة الاتوميك نمبر على طول يزعل الاتوميك سايز وديكريزي يقل. ده فين؟ في البيريود. الله، طب ليه الاتوميك سايز ديكريز؟ قلنا ليه الاتوميك سايز يزعل ويقل؟ علشان because the attraction force، يعني قوة الجذب بين مين ومين؟ يعني between the positive nucleus، اصل النواة positive موجبة، and the outer electron اللي هو اخر الكترون ده اللي هو كان ايه؟ negative charge كسالب، فهتحصل الاتراكشن فورس قوة الانجذاب بينهم وبين بعض، ده موجب positive وده negative، increase هتزيد، ولما تزيد هيأثر على الاتوميك سايز، هيأثر عليه ايه؟ وديكريز هيقل. يبقى لما يقول لي الاتوميك سايز ديكريز بيقل ليه؟ هقول because افتكر على طول الماجنت المغناطيس، the attraction force between the positive nucleus and mean the outer electron increase بتزيد، والعلاقة بينهم وبين بعض علاقة مين ومين مين؟ بين الاتوميك نمبر وبين الاتوميك نمبر فوق اهو، والخط التاني الاتوميك ايه سايز، علاقة بينهم ايه؟ universally proportional. universally proportional يعني ايه؟ علاقة عكسية، يعني الاتوميك نمبر يزيد الاتوميك سايز يزعل ويحصل له ايه؟ decrease يقل، ودي اسمها علاقة universally proportional. وهو ده اللي احنا قلناه، الولد بينان اللي داس على الماجنت، قلنا كده علشان نحفظ المعلومات الموجودة هنا. ازاي يعني؟ الولد بينان اولها letter B اللي هو period، والاي ان ايه اللي هي increase، increase بتاع مين؟ الاي ان الاتوميك نمبر. طب وداس ديت decrease، decrease بتاع ايه؟ الاتوميك سايز. طب والماجنت؟ بسبب الماجنت، يعني بسبب ان attraction force between positive nucleus and outer electron بيحصلها ايه؟ increase. زي ما شفنا الاتوميك سايز في الجروب بيحصل له ايه؟ increase، increase من up to down، من up to down فين؟ في الجروب. الاتوميك نمبر increase فبيتصالح معاه الاتوميك سايز، يقول انا كمان هعمل زيك، انا كمان انكريز. طب ليه كده بيحصل الاتوميك سايز انكريز؟ اصل هنا الاتوم اللي هي الذره فيها نيوكليس نواه، وحواليها ايه؟ نمبر اوف انرجي ليفلز، مشغوله بايه؟ بالالكترونز. ولما increase the number of energy levels دي، لما بتزيد على طول الاتوميك سايز بتاع الاليمنت العنصر increase. يبقى بكده in group by increasing the atomic number، بزيادة الاتوميك نمبر في الجروب من up to down، يحصل ايه بقى؟ الاتوميك سايز برضو increase، ما هم متصالحين مع بعض. وايه السبب بتاع ان الاتوميك سايز increase؟ because the increasing of the number of energy levels، بسبب زيادة الاعداد بتاعت الانرجي ليفلز اللي مشغولة بالالكترونز. وكمان عرفنا بكده ان هنا في directly proportional، يعني علاقة ايه؟ طردية. يعني ايه حركة طردية دي؟ directly يعني ده يزيد وده يزيد، مين ده؟ الاتوميك نمبر increase على طول الاتوميك سايز برضو increase، يبقى دي علاقة ايه؟ directly proportional، directly proportional. وبكده احنا عايزين نحفظ الكلام ده، جبناه وقلنا عليه ايه؟ جنان ايناس اللي بتحب تعد الناس، الجي اللي في جنان اللي هي جي الجروب،
والاي ان انكريز بتاع مين؟ الاتوميك نمبر هي الاي ان، والاي ان التانية انكريز بتاعت مين؟ الاتوميك سايز. وايه السبب بتاع انكريز اتوميك سايز؟ علشان انكريز ذا نمبر اوف انرجي ليفلز اللي هي اوكيبايد باي الكترونز. وكده هقدر احفظ الكلام دوت بكل سهولة، منساهوش مع جنان إناث اللي بتحب تعد الناس. والأتوميك سايز في المودرن بيريوديك تيبل عرفنا إن the largest atomic size element أكبر عنصر في أتوميك سايز كبير جدا طلع مين؟ سيزيوم. مين؟ السيزيوم. وذا سمولست وان وأصغر واحد هو الفلورين. اصل الاتوميك سايز قلناها قبل كده ان هم كانوا ايه بيقدروا رئيس السيسي، كانوا ايه بالنسبه لهم حاجه كبيره. دي قلنا هنا السيسي من كلمه سيزيان، يبقى هنا عشان كده احفظ ان السيزيان حاجه كبيره، لكن بالنسبه لهم الفلوس كانت ايه حاجه صغيره مش مهتمين بيها، هي الفلورين. عشان احفظ هنا بين الكبير ومن الصغير جبنا الرئيس السيسي والفلوس، الرئيس السيسي اللي هي السيزيوم والفلوس اللي هي ايه فلورين. يبقى the largest atomic size هو مين؟ السيزيوم. والsmallest one اللي هو واحد اللي هو smallest هو الفلورين. وبكده اتعرفنا مع ال elements ايه، خدنا معاها ال atomic size في ال graduation of elements in periodic table. والمرة الجاية نكمل ال graduation التانيين. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهاردة، متنسوش تعملوا شير للفيديو ده لأصدقائكم. كنت معاكم مس شيماء، good bye.